كمان هنروح معاكم لإطلالة علوائية من بني سويف وتحديدا من مركز ومدينة الخنكة. هنشوف محركه دي معانا محافظة بني سويف. محافظة بني سويف. طيب شبه القاهرة شوية ولا أنا غلطانة؟ نفس أيوه على فكرة الحقيقه برضو تعجب مصر كله. لو لاحظتي هتلاقي الكورنيش كمان كل ما بتروحي اكتر جنوبا بتحسي انه ميه النيل لسه صافيه اكتر ولسه خيرها اكتر طبعا، وتلاقي الكورنيش كمان ممتد واوسع ولسه ما طالوش التلوث زي ما القاهره كمان حصل لها. لا، وبني سويف معروف عنها كمان ان هي هاديه جدا، المحافظات الهاديه ويعني فيها تاريخ كبير جدا. ويعني انا شايفه برضو الدنيا لو احنا من بعيد كده شفنا الحاله المروريه برضو فيه هدوء، اكيد مش هيبقى زي القاهره طبعا. رحتها قريب انت؟ بني سويف؟ لا، اخر مره رحت بني سويف كان من 6 سنين تقريبا. 6 سنين او كان يعني في اطار العمل، لكن انا فاكر انه كمان كورنيشها كان الحقيقه زي ما انت شايفه كده نهوان، يعني حرام تبقى كل المحافظات دي مش مستغله اكتر او مش حاصله على دور اكبر بشكل سياحي. كمان بني سويف هتطلع بعديها على المنيا هتلاقي ان الكورنيش كمان احلى واحلى، كل ما بتروحي جنوبا بتلاقي الكورنيش وطلت محافظات مصر على النيل دايما بتزداد حلاوه. المنيا بقى اصل العيله بتاعت سري. ما انا عارف. طب خلينا نروح للمنيا. مفيش مش معانا المنيا يعني؟ طب ده كلام يا جماعه. بكره نجيب لك المنيا عشان هو انت ما تزعلش يا جماعه. معانا ايه تاني؟ طيب اسعار برضو العملات لو هتبقى معانا يبقى كويس.